اكسترنال اليك وانترنال اليك. شوف لاترال ساكرال هذا الاكسترنال وهذا الانترنال، هذا اللاترال ساكرال سيفيريور جلوتيا انفيريور. بالقلم احسن. لاترال ساكرال سيفيريور جلوتيا انفيريور جلوتيا. زين هذا الاوبترايتر، هذا الاوبترايتر هذا اللي زين يم النار. اوقفي ما اي طلع حياته. ها اها بعد شو تريدون؟ هو الاوبترايتر وين رايح؟ ويا الاوبترايتر نيرف يروحنا للاوبترايتر فورامين. زين وهذا الانفيريور فازاكل. الانفيريور فازاكل زين. شوفوا الانفيريور فازاكل ببرانشين، واحد يروح للفازاكل وواحد يروح لليوتراس، فهذا اللي يروح لنا للفازاكل وهذا اللي يروح لنا لليوتراس. اوكي هذا الميدل ريكتال، هذا ميدل ريكتال المقطوع المقطوع، وهذا الانترنال بدندل هم مقطوع للاسف. اوقفي ما اعتقد هذا يقدر يجيبه. انترنال بدندل ما اعتقد هذا الانترنال يجيب، بس اذا يريد يجيبه يجيبه مننا. انا هذه انترنال بدندل ارتري، انترنال بدندل ارتري بدندل نيرف، هذا بدندل نيرف انترنال بدندل ارتري هذا بدندل نيرف وسبيريور جلوتيال ارتري وانفيريور جلوتيال ارتري. هذا البوستيريور كوتينيوس، اها البوستيريور كوتينيوس نيرف، البوستيريور كوتينيوس هذا سياتيك. ها هي خلصنا من هذه. اي يلا ها اوقفوا بس هذه شنو هي المصاية؟ يقولون مصاية هاي سكن وكوتينيوس تشو. ها سكن وكوتينيوس تشو ماكو بي مسارات هذه؟ اقولش بما اني دا اصور شرح ذولي على السريع. ها اشرح ذني على السريع. ريكتام يوتراس بلادر سيمفيسز بيوبس اليوترس بي سيرفكس وفاجينا بوستيريور فورينكس انتيريور فورينكس. هذا الباوتش اوف دوغلاس وهاي اليوترو فازايكال باوتش وهاي الريترو بيوبك سبيس ريترو بيوبك سبيس وهذه الاوفري سسبنسري ليجامنت around suspensory ligament of ovary around ligament of ovary وهذا the broad ligament of ovary. هذا اي ده يطلع هذا كله بس هاي thickening around ligament of ovary هذا the broad ligament of uterus broad ligament of uterus غلطت. اوكي وهذا اليوريتر. زين رضا هذول طلعوا واضحات هذول اللي مننا ايه كلهم. ها اللمبو ساكرال ترانك هذني هذا اللمبو ساكرال ترانك.